طيب لسه مكملين مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر، وهنروح لموضوع اخر. والحقيقه الموضوع برضو مش بعيد عن الشباب، في مبادرات كده شبابيه خاصه بمؤتمر المناخ واللي هيستضيفه شرم الشيخ نوفمبر القادم، ابتدت كده تخرج للنور. من ايام اعلن المغامر المصري علي عبدو اطلاق مبادرته او مغامرته الجديده رحله الى مؤتمر المناخ، واللي هيلف فيها مصر على موتوسيكل كهربائي من ابو سمبل لشرم الشيخ. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من المغامر المصري علي عبدو عن هذه المبادره. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، ازي حضراتكم؟ اهلا بيك. اهلا بيك. يعني من ابو سمبل لشرم الشيخ مسافه كبيره ومغامره جديده، مبادره جديده، يا ريت تعرفنا وتعرف الساده المشاهدين على تفاصيلها. تمام. المبادره او الرحله اسمها الرحله الى مؤتمر المناخ. بنحاول نغطي فيها جميع محافظات مصر عشان نحقق عدد من الاهداف، اولها ان احنا نوثق اثر تغير المناخ على حياه المصريين. ازاي تغير المناخ ده غير في حياتنا حاجات كتير، ايه الصناعات او الحاجات اللي في حياتنا تغيرت بسبب تغير المناخ، اقتصادنا اتاثر ازاي بتغير المناخ، حياتنا كمصريين اتاثرت ازاي واتغيرت بسبب تغير المناخ، ده جزء او هدف اساسي من الرحله. الجزء الثاني ان احنا بنروج لاستضافه مصر لمؤتمر المناخ وبنوعي الناس مؤتمر المناخ ده هدفه ايه وسببه ايه وليه مصر بتستضيفه، وبنحاول ان احنا نشجعهم ان هم يبقوا موجودين في الانشطه والفعاليات اللي لها علاقه بالحفاظ على البيئه ومحاربه تغير المناخ. ده الاهداف الاساسيه من المبادره دي او من الرحله. زي ما حضرتك ذكرتي الرحله هتبدا من معبد ابو سمبل كمكان مصري العالم كله يعرفه واثر عالمي، عشان تغطي 27 محافظه من محافظات مصر، ونعدي على الشباب ونعدي على الناس ونعدي على كل المجتمعات والفئات اللي موجوده في مصر، عشان نكلمهم عن مشاكل البيئه وازاي ان احنا نشتغل مع بعض عشان نحل المشاكل ديت، ونوعيهم ونعرفهم ونحاول نوصلهم بحلول او مبادرات اخرى تقدر تدعمهم في محاربه تغير المناخ. عظيم. ايه الانشطه اللي انت مخطط تعملها خلال رحلتك؟ يعني هتقعد تتكلم مع الشباب ازاي وفين؟ طيب احنا عندنا الانشطه بتنقسم لجزئين، جزء بيتعمل على الارض في وسط الناس وجزء بيتعمل على السوشيال ميديا عشان نوصل للناس اكبر. لو هنيجي نتكلم على الجزء اللي موجود على الارض، احنا هنوثق حالات مصريه حياتها اتغيرت او فقدت فرص عملها بسبب تغير المناخ. حد فقد ارضه الزراعيه او ارضه الزراعيه بقت غير صالحه للزراعه بسبب تغير المناخ. هيبقى في فعاليات ليها علاقه بالتشجير او حملات التنظيف او زياره لعدد من الجامعات والمدارس عشان نوعي الشباب بالقضيه دي ونعرفهم اكتر ونخليهم كمان يشتغلوا معانا عشان نحل المشكله دي، عشان نبدا ان احنا كلنا نتحرك لمحاربه تغير المناخ. في بعض الفعاليات اللي هيبقى فيها مسابقات للشباب، بعض الافكار اللي بتساعدنا كلنا وبتقدم لنا حلول ابداعيه او حلول جديده عشان نقدر نتاقلم مع تغيرات المناخ. طيب علي، انت المفروض هتبدا امتى ومتوقع يعني الرحله دي تاخد منك وقت قد ايه؟ هو الوقت المتوقع للرحله تقريبا حوالي 3 شهور، هتبدا قبل مؤتمر المناخ ب3 شهور من مدينه ابو سمبل عشان تنتهي في مؤتمر المناخ نفسه، عشان عايزين نعلن التجربه ديت ونوري العالم احنا كشعب اتاثرنا ازاي بسبب انبعاثات دول ثانيه، حياتنا اتغيرت ازاي بسبب تصرفات دول ثانيه. بنحاول كمان ان احنا نشجع بعض الجهات او بعض الدول انها تدعم مشاريع للمساعده على التكيف مع التغيرات المناخيه. احنا عندنا ناس كتير حياتها اتاثرت وشغلها واقتصادها اتاثر وما عندهاش القدره ان هي تسرفايف مع التغيرات دي، فدور صحيح. السبب دور الناس اللي سببت التاثير ده انها تساعد الناس دي ان هي حياتها تتحسن. عظيم جدا، احنا بنشكرك طبعا وبنتمنى لك كل التوفيق. مبادره مهمه اشادت بيها الامم المتحده ضمن 5 مبادرات عالميه معنيه بالمناخ. شكرا جزيلا ليك المغامر المصري علي عبدو.